بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج مستقبل الوطن. نسلط الضوء على المخاوف الرسمية والشعبية من تراجع العملة الوطنية وتأثير ذلك على معيشة السكان. ما أسباب تراجع الريال اليمني أمام العملة الأجنبية رغم استقراره لخمس سنوات عقب الثورة؟ وكيف سيزيد ذلك من معاناة المواطنين إضافة إلى أوضاعهم الكارثية التي تسبب بها الانقلابيون؟ هل تدرك ميليشيا الحوثي وصالح حجم الجريمة التي ارتكبوها في حق أبناء الوطن؟ هذه الأسئلة سأناقشها مع مجموعة من ضيوفي عبر الهاتف من صنعاء ومن الرياض ومن مصر، خبراء اقتصاديين وأيضا من وسط الميدان، نسلط الضوء على هذه المعاناة. ابتداء اسمحوا لي مشاهدين الكرام أن أرحب بالخبير الاقتصادي الأستاذ أحمد حسين شماخ من صنعاء. أهلا أستاذ أحمد، يا مرحبا فيك. حياك الله. على اسمي أحمد سعيد شماخ. نعم، أحمد سعيد شماخ. أحمد سعيد، أهلا أستاذ أحمد، تحية لك أولا، وسعيدين أنك تكون معنا في برنامج مستقبل الوطن، ومن خلالك نريد أن نطل على موضوعنا اليوم الذي نتحدث فيه عن تخوفات انهيار العملة وكارثية الوضع الإنساني الذي تمر به البلاد. هنا نسأل أستاذ أحمد فيما يتعلق بسعر العملة الآن واستقرار الصرف، حدثنا عن ذلك. طبعا لا شك ان الجميع يدرك ان اليمن تمر اليوم بظروف بالغه التعقيد سياسيا وامنيا واقتصاديا، وخصوصا خلال فتره الحرب القائمه. نحن الان في اقتصاد الحرب، يعني سواء من حيث الانفاق العسكري او من حيث يعني مستوى يعني تدني وتدهور معيشة المواطنين اليمنيين، طبعا هذه أثرت يعني، وأيضا هناك يعني خسارات كبيرة، يعني قد تصل الآن إلى نحو أكثر من 50 مليار دولار، يعني غير محسوبة، يعني غير شاملة، يعني الوقت المدير اليمنيين. يعني الخسائر تشمل الخسائر في قبل الخسائر، اسمح لي يا استاذ احمد وقطعتك في هذه النقطه، لو تطلعنا فقط قبل الخسائر على استقرار عمله الصرف، هل هناك فعلا ارتفاع في سعر العمله ام ما زالت تخوفات؟ لا، هو طبيعي يعني يعني من الطبيعي انه يعني سعر العمله في اي حروب، في ظل اي حروب، انها العمله المحليه يعني بترتفع يعني. ما بالك يعني احنا في اليمن يعني ما عندناش اقتصاد يعني من اليقود، يعني ما بالك الان خلال فتره يعني ما بعد 2011 وحتى اللحظه يعني. يعني اليمن تمر بحروب ومواجهات يعني على اكثر من محور الان. صحيح. هناك أنباء على أن الآن مراكز الصرافة في داخل الجمهورية اليمنية تمتنع من البيع والشراء في العملة، وكذلك هناك محاولة لسحب مثل هذه العملات الأجنبية، مما ينذر ويخوف من تضخم أو هبوط وتدهور العملة أمام العملات الأجنبية. طبعا هناك يعني تخوفات يعني كثيره وقلق يعني في الشارع، سواء من جانب يعني من طرف القطاع المصرفي يعني الشرائك ومكاتب الصرافه، او من رجال القطاع الخاص، خصوصا بعد ما اوكل يعني شراء المشتقات النفطيه عبر القطاع الخاص هنا. يعني الطلب زاد، طبعا قضيه عرض وطلب، بالتاكيد انه يعني على اساس يعني القطاع الخاص اللي بيستورد المشتقات النفطيه من الخارج يعني بيقع مضاربه في السوق السوداء، وبالتالي يعني بيرتفع سعر العمله. ايضا العامل الاخر هو انه اغلاق كل المنافذ المهنيه اليمنيه والالقاء على ميناء واحد اللي هو يعني ميناء عدن، ايضا خلق هذا نوع من القلق يعني لدى الكثيرين يعني. لكن طبعا البنك المركزي خلال
الفترات الماضية وحافظ على استقرار سعر العملة المحلية. ويعني من وجهة نظري الشخصية أن البنك المركزي قام خلال الفترات الماضية يعني وخصوصا منذ بداية 2011 منذ بداية ثورة الشباب لاعتبار أن البنك قد مرت منذ يعني من قبل يعني بأزمات متعددة سواء كانت أزمات سياسية أو اقتصادية أو حروب متفرقة هنا وهناك. أها سنتحدث أستاذ أحمد عن كيف استطاع البنك المركزي الحفاظ على سعر العملة على الأقل خلال 5 سنوات الماضية، لكن اسمح لي أن أرحب أيضا بالأستاذ مصطفى ناصر الخبير الاقتصادي معنا من القاهرة. مرحبا أستاذ مصطفى. أهلا وسهلا بك وبالمشاهدين الكرام. أهلا وسهلا فيك أستاذ مصطفى. أيضا من خلال رصدكم ومتابعتكم للأخبار الاقتصادية المتعلقة بالوطن، أريد أيضا أن أسمع منك عن موضوع العملة، لأنه هناك تخوفات من تدهور العملة ويعني انهيارها أمام العملات الأجنبية. في الحقيقة أنه التراجع الذي حدث بشكل فجائي أمس بنسبة تصل إلى 10 إلى 15% في سعر الريال مقابل الدولار والعملات الصعبة الأخرى هو نتيجة طبيعية للقرار الذي اتخذ مؤخرا من قبل جماعة الحوثي في تحرير سعر المشتقات النفطية وإحالة موضوع استيراد المشتقات النفطية للقطاع الخاص، فبدأ القطاع الخاص يبحث عن العملة الصعبة من أجل الشراء فعمل على زيادة الطلب. وكما تعرف أن الدولار هناك أو العملة الصعبة أصلا في اليمن أصبحت شحيحة مع توقف الصادرات وأيضا مع توقف عائدات المساعدات والقروض الخارجية وغيرها، فلم يتبقى سوى عائدات المغتربين والاحتياط النقدي الذي يتراجع كل يوم. هذا الضغط في الطلب عمل أزمة، وطبعا هي أزمة أعتقد أنها مستعلة لأن القطاع الخاص هو القطاع الخاص الكبير الذي سيقوم بالاستيراد وهو من يستطيع أن يجمع ويحصل على هذه المبالغ أو هذه العملة الصعبة، لأن المواطنين العاديين لا يستطيعون الآن الحصول على أي مبالغ نقدية بالعملة الصعبة حتى وإن كان معهم تحويلات. هناك إجراءات مشددة على سحبها سواء من البنوك أو من محلات الصرافة، فأعتقد أن هذا الزيادة في الطلب عمل هذه المشكلة وهو ناتج عن القرارات، لكن باعتقادي أنه حتى القرار أيضا بعد قرارات الحكومة بتحويل كافة السفن سفن المشتقات النفطية والمساعدة إلى ميناء عدن، أعتقد أن هذا القرار لن يجد طريقه إلى التنفيذ، وبالتالي أتوقع أنه لن تتصاعد مشكلة لن يجد طريقه للتنفيذ. أشرت إلى هذه النقطة، لن يجد طريقه للتنفيذ. القرار الأخير بتعويم أسعار المشتقات النفطية وفقا للأسعار العالمية وإتاحة المجال للقطاع الخاص بالاستيراد أعتقد أنه لن يجد طريقه للتنفيذ، لا سيما مع قرار الحكومة تعويم السفن الناقلة للمشتقات النفطية عبر ميناء عدن، فالقرار أصدرته جماعة الحوثي، وبالتالي عملية التحويل أعتقد أنه يعود الآن لقرارات الحكومة، وقرارات الحكومة لم تبث في الموضوع هل ستسمح للقطاع الخاص بالاستيراد وستقوم بتغطية متطلبات هذا الاستيراد للقطاع الخاص من العملة الصعبة من قبل البنك المركزي، أم أنها هي من ستقوم بعملية الاستيراد وفقا لما هو معمول به حاليا. طيب أعود إلى الأستاذ أحمد سعيد شماخ فيما يتعلق بالأسباب التي ذكر بعضها الأستاذ مصطفى ناصر وأشار إلى بعض الأمور، دعنا نتناول كل واحدة على حدة. مثلا فيما يتعلق بقرار تعويم المشتقات النفطية، هذا الأمر هل له علاقة بما حدث من تدهور للعملة؟ القرار يعني الخاص بالمشتقات النفطية هو يعني ربما يكون الامر يعني مش مدروس جيدا يعني، لكن انا بقول لك فيما يخص البنك المركزي وطبعا القرار يعني مش قران،
وما ممكن تسال اصحاب الشان، لكن انا بنتكلم اقتصاديا يعني. فبالنسبه لجيران البنك المركزي يعني هو ادى دوره قدر المستطاع للحفاظ على استقرار العمله الوطنيه ومساعده الدوله في محنتها خلال الفترات الماضيه وحتى اللحظه. طبعا يعني هذا يعني بدليل ان الريال اليمني حظى بثقه المواطن اليمني، والان يعني بلغ الدين العام يعني الدين العام يعني لوزارة الخزانة يعني بحدود 3 تريليون و500. لولا هذه الثقة ان المواطن بيطرح فلوسه في البنك المركزي في البنوك المختلفة البنوك اليمنية ما كان يعني طرح فلوسه يعني يعني في بالريال خصوصا بالريال. يعني طبعا هذا حظى بثقة كل المتعاملين الاقتصاديين ايضا، وعزى ذلك الثبات اولا لرقابة البنك المركزي الشديدة والمحكمة على البنوك العاملة في اليمن من خلال وسائل الرقابة المختلفة، ومن خلال ايضا التفتيش المستمر والتعاليم الصادرة من قبل البنك المركزي، وايضا قيام البنك المركزي بتمويل الاعتمادات المستندية الاستيرادية الاحتياجات طبعا الاستهلاكية والمواد الأساسية. أيضا هذا طبعا عن طريق تصويت البنك المركزي لبعض البنوك لتمويل يعني الاعتمادات بالعملات الصعبة بهدف الاستيراد. يعني في هذه النقطة هناك هناك أخبار أستاذ أنه البنك المركزي ألزم جميع البنوك بمنع التعامل بالعملة الصعبة حفاظا على استقرارها. الآن ربما يعني حاليا الآن ايضا طبعا انا بس اريد ان اشير لك انه يعني رغم هذا يعني ذلك رغم ذلك لكن هناك ايضا ضروريات اخرى يعني اعتقد انها هي القريبه الى اصوات في اعتقادي انا في اعتقادي الشخصي ان هناك يعني عوامل ضاغطه اخرى يعني لا ينبغي اغفالها يعني منها. هناك تدفقات مالية كبيرة وبالعملات الصعبة تدخل إلى البلاد يعني إلى اليمن من مصادر خارجية مختلفة من دول إقليمية من جوانب دولية طبعا بطرق غير منظورة يعني عبر السوق السوداء. طبعا هذه لتغذية يعني بعض الصراع يعني نفوذ السياسي والصراعات السياسية في القوى المصارعة يعني في البلد. طيب ساعد إليك أستاذ أحمد، ستبقى معي أستاذ مصطفى نصر. فيما يتعلق ب يعني اتخذ الحكومة قرار بأن جميع الناقلات والسفن التجارية لابد أن تصل إلى ميناء عدن بدل أن كانت تصل إلى ميناء الحديدة، ربما أشرت في حديثك إلى أن هذا ربما يكون جزء من العوامل التي ادت الى ما الى تدهور الريال او تراجع سعره، كيف؟ لا 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 لم اقل هذا الكلام. انا قلت ان قرار اتاحه المجال للقطاع الخاص وهو قرار اتخذته اللجنه الثوريه العليا التابعه لجماعه الحوثي باتاحه المجال للقطاع الخاص بالاستيراد جعل القطاع الخاص يبحث عن العمله الصعبه من اجل الشراء، لكن قرار تحويل السفن من ميناء الحديده الى ميناء عدن هذا قرار ليس له علاقه بهذا الموضوع. انا قلت انه هذا سيعيق تطبيق قرار اللجنه لانه يعني اذا ما انتقلت السفن الى ميناء عدن بالتالي سيكون القرار هو للحكومه وليس للجنه الثوريه التابعه. القرار له علاقه، قرار تعويم النفط او المشتقات النفطيه تعتقد له علاقه في هذا الجانب لانه ربما يعني الناس سيتنافسون على استيراد مثل هذه السلع اللي هي مساله الوقود، وبالتالي سيحتاجون الى سحب من البنك المركزي عملات صعبه او يعني نحو ذلك من السوق. نعم وليس من البنك المركزي. من السوق. لكن اعتقد انه البنك المركزي بحثنا في مقام تقييم اداء البنك المركزي، لكن اعتقد انه خلال الفتره الماضيه لعب دورا مهما بقياده الخبير الاقتصادي والمهني بن همام، استطاع انه يضع بعض الاجراءات التي حفظت استقرار سعر العمله خلال المرحله الماضيه، واتمنى ان يظل القرار البنك المركزي قرار مهني اقتصادي كما كان عليه خلال الفترة الماضية، وأن يستمر
لكي ينجو بالعملة الوطنية من الانهيار، لأن حتى الآن إذا وجدت مع الصعوبات التي ذكرها أيضا الزميل أحمد شماخلي يتعلق بالضغوط على العملة الصعبة، فعلا هناك تحديات كبيرة واجهت الاقتصاد اليمني، والسعر الموجود حاليا سعر الريال ليس سعره الحقيقي، وإنما هذا هو سعر بضغوط وبإجراءات من البنك المركزي، ولو ترك المسألة متاحة لارتفع بشكل يعني قد يتجاوز سعره الموجود 100%، وهذا يشكل خطورة كبيرة للغاية، لأن ارتفاع أو تدهور سعر الريال يعني بنسبة 100% سيقود إلى ارتفاع الأسعار بذات النسبة، ستنخفض القيمة الحقيقية للعملة للمبالغ الموجودة لدى الناس بالريال إلى أكثر من النصف، وهذا سيشكل كارثة أكبر من كارثة رفع الدعم على المشتقات النفطية، وبالتالي هذه القضية من أخطر القضايا التي تواجه الاقتصاد الوطني، وأتمنى أنه البنك المركزي الآن يتلافى المشكلة التي حدثت ويعمل على إعادة فعلا ضبط الأمور بما يتعلق أيضا العملة الصعبة، كما قلت أنهم أشخاص محدودين من يستطيعون التلاعب بالعملة، المواطن العادي وأصحاب الإيداعات أو أصحاب المدخرات البسيطة لا يستطيعون أن يتلاعبون بالعملة بالشكل الذي حدث أمس، وإنما هم كبار التجار ومن هم ذو علاقة بالسلطة السياسية أحيانا من يستطيعون خلق هذه السوق السوداء، وبالتالي البنك المركزي أعتقد إذن أنا أريد أن أشير إلى النقطة اللي أشرت إليها أستاذ مصطفى، قدرة البنك المركزي على استمرار الحفاظ على سعر العملة ويعني محاصرة كل المحاولات التي تريد أو التي تتسبب في انهيار العملة. أعود هنا للأستاذ أحمد، إلى أي مدى ممكن البنك المركزي أن يصمد أمام الأحداث التي تعصف بالبلاد ومحاولات التلاعب أيضا، خصوصا إذا أضفنا إلى ذلك الحديث عن تدخلات من قبل قيادات لجماعة الحوثي وصالح في مهام محافظ البنك المركزي؟ اولا يعني ليس من صالح اي قوى يعني متصارعه التدخل في 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 شؤون البنك المركزي، لان هذا يعني ما يخدم يعني حزب ولا يخدم اي فئه ولا جماعه، يعني البنك المركزي هو بنك الجميع، بنك كل المواطنين اليمنيين، فيعني هو يعني لابد ان يضعوا البنك المركزي في مناعه عن اي صراعات، يعني بحيث انه يطرحوا للسلطات النقديه في البلد هي التي تقرر يعني هذه السياسات. فيما يخص القطاع الخاص يعني القطاع يعني هي كانت مهمه هذه يعني حق استيراد النفط للقطاع الخاص، انا في اعتقادي ان القطاع الخاص غير مؤهل الان حاليا، لان البنى التحتيه ليست موجوده يعني مدى القطاع الخاص اليمني، يعني سواء كان بالخزانات او بالسنون البحريه او يعني في اشياء كثيره، اذا كان يعني احنا غير مؤهلين لايجاد مخزون غذائي يعني يمني، والحكومه اليمنيه حتى اللحظه لا تمتلك مخزون غذائي يعني غذائي يمني، وما هو موجود من غذاء وقد نذهب يعني من غذاء ودواء هو كان يمتلكه القطاع الخاص، يعني هذا بالنسبه للغذاء، ما بالك كنخ. الجانب الاخر انه يعني اذا كانت الحكومه يعني بكلها مش قادر تملي تعبي خزان من الخزانات اللي موجوده في 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 مصافي عدن، يعني ما بالك لما تنشئ يعني خزان كبير بسعه كبيره جدا في ظل يعني عدم وجود دولة أو حكومة، وفي ظل يعني عدم وجود قدرة يعني مالية يعني طيب. الوضع انتعاش السوق السوداء يا أستاذ أحمد على الإطلاق يعني نعم تفضل انتعاش السوق السوداء الآن ويعني انتشارها في ظل هذه الأجواء ويعني كساد أيضا الاقتصاد سواء العام أو الخاص في البلاد، ما الذي سينتج عن هذه الأحداث مجتمعة؟ الأستاذ الآن لا يمكن الاقتصاد الرسمي غائب يعني تماما، ما هو موجود الآن في اعتقادي من عرض نقدي ومن أموال هي ملك المودعين، يعني هذا أولا. يعني أيضا
الآن يعني السوق السوداوية اللي متحكمة الآن في السوق ربما تكون في الأيام القادمة أكثر، يعني حيكون في ربما يعني تضخم في يعني في في أسعار الصرف، وتضخم أيضا في أسعار السلع الاستهلاكية إذا لم يكون في هناك إجراءات يعني عاجلة يعني من قبل السلطات المختصة، السلطات طبعا المحلية، احنا ما نتكلمش عن يعني سلطات الأمر الواقع، أي كأمر واقع يعني ما فيش دولة الآن بصراحة. فالسوق في انتعاش كبير جدا يعني بالنسبة للسوق السوداوية الآن هي المتحكمة وهي يعني هي كل شيء الآن بالنسبة للسوق السوداء. فالوضع بدأ يتأثر فيه يعني انعكس هذا سلبا على مستوى الوضع الاجتماعي على مستوى الوضع المعيشي للمواطنين. سنأتي إلى كيف انعكست يا أستاذ أحمد، لكن برضو أنتقل إلى الأستاذ مصطفى ناصر فيما يتعلق بالسوق السوداء. كثير من السلع وخصوصا المشتقات النفطية لا توجد اليوم لا في المحطات الرسمية ولا في المحطات الأهلية، تتواجد في السوق السوداء، وهناك سلع أخرى أيضا متوفرة، خطورة ذلك على المجتمع أو كيف يمكن حصارها؟ قضية السوق السوداء هي قضية مختلفة عما نناقشه من قضية، وهي لها أسبابها المرتبطة بوجود مجموعة من الطفيليين المستغلين للأزمات. هؤلاء يعني أكيد لهم علاقات بسلطات الأمر الواقع حاليا، وأيضا بذوي النفوذ المسيطرين على القرار سواء كانت في شركة النفط أو الموانئ اليمنية أو مصادر توزيع هذه المشتقات النفطية. بمعنى أستاذ مصطفى لا تؤثر ولا تتأثر بالعملة وضعفها وتراجعها؟ لا، هؤلاء لهم مصادر من القريبين من صنع القرار حاليا، والذين يستطيعون الحصول على كميات من البنزين وكميات من الديزل تمكنهم من شرائه بالسعر الرسمي بسعر رخيص وبيعه في السوق السوداء دون التعرض لملاحقة أو لعقوبات. لكن السوق السوداء أستاذ مصطفى كأنها تنتشر، السوق السوداء كأنها تتوسع لتشمل حتى العملات الأجنبية، أليس كذلك؟ بكل تأكيد، هو عندما تغيب سلطة الدولة والمؤسسات الحكومية وتفقد قدرتها على السيطرة على السوق تنشأ هذه مثل هذه الأسواق الغير الرسمية وما يطلق عليها بالسوق السوداء. وفي ظل غياب الجهات المختصة التي تراقب وأيضا تحاسب من يقومون بهذا العمل، بكل تأكيد تنشأ هذه السوق الطفيلية والسوق السوداء، عادة ما تكون بشراكات مع الأصحاب يعني أو مع نافذين لا يطالهم سلطة القانون. بكل تأكيد أن هذه الأعراض هي أعراض غياب الدولة، وأنا أتفق مع الأستاذ أحمد في موضوع أن فعلا مؤسسات الدولة غائبة أو مغيبة، وهذا ما يجعل الحالة العشوائية وحالة التخبط موجودة، ومظاهر السوق السوداء وغيرها من المظاهر يعني موجودة ومنتشرة. نعم، سجل يا أستاذ أحمد سجل تراجع لاحتياطي النقدية اليمني بنسبة 6% خلال الأشهر القليلة الماضية، ما أسباب هذا التراجع من وجهة نظرك أو كخبير متابع في هذا الجانب؟ طبعاً التراجع يعني الآن أسباب التراجع هذا أولاً يرجع لأسباب يعني يعرفها الجميع. أولاً لأنه الموازنة في الدولة كانت تعتمد ما بين على نسبة ما بين 75% إلى 85% على تصدير النفط الخام للخارج. أيضا لدينا يعني موارد غير نفطية مثل الموارد يعني كالتعريفة الضريبية والجمركية، الآن طبعا في ظل الحصار يعني المطبق يعني برا وجحوا برا وجوا وبحرا ما فيش يعني الآن أي شيء يوصل يعني في هذا الخصوص، ولهذا الدولة يعني فقدت يعني أهم مصادرها يعني الرئيسية. فكيف تتوقع يعني انه
يعني لازم تلقى يعني من هل يعني هل هناك مثلا سحب من هذا الاحتياطي وموضوع السحب على المكشوف كيف يؤثر ايضا على استقرار العمله وتدهورها؟ طبعا السحب على المكشوف ربما يعني قد يصل الى اكثر من تريليون ريال يعني حتى الان. هذا طبعا سوف يخلق يعني في خلال الفتره الاول الايام القادمه يعني تضخم يعني في الاسعار وفي ايضا ارتفاع العمله. انا قلت ان الدين العام يعني الدين بشكل عام يعني ربما وصل الى اكثر من 23 مليار دولار يعني الدين العام بشكل الداخلي والخارجي الى جانب السحب على المكشوف. لا شك هذا طبعا بيأثر يعني سلبا على نبذل الاوضاع على الاقتصاديه وعلى طبعا على الاحتياطي النقدي. الاحتياط النقدي هذا يعني تصور يعني ممكن يمتلك تاجر يعني عادي يعني بالنسبه لهذا، لكن في ظل السياسات يعني الحكيم بن جابر السلطات النقديه الان الموجوده للاستاذ محمد بن امام يعني علم يعني قدر المستوى المستطاع، ولولا هذا الرجل اعتقد انه كان الوضع مختلف يعني تماما يعني لما هو عليه الان. وبالتعاون ايضا مختلف القوى السياسيه يعني في اليمن هذا الخصوص. لكن احنا نخشى الان يعني الايام القادمه اعتقد انه بيكون مختلف الوضع، بيكون في يعني انه كم يحارب سواء كشخص او كيعني رصيد. يعني هذه هي التحالفات السلاحيه. يعني يتم تلافي هذا الموضوع اعتقد انه بيكون الوضع من غير تماما. هذه هي التحالفات استاذ احمد. اسال هنا عفوا الاستاذ مصطفى ناصر فيما يتعلق بالتخوفات هذه، انه الى اي مدى يمكن ان تصمد العملة، إلى أي مدى يمكن أن يصمد البنك المركزي أمام الكوارث التي تسبب بها الإنقلابيون خصوصا ميليشيات الحوثي وصالح على وجه التحديد؟ أعتقد أنها مسألة وقت يعني إذا استمرت الظروف والمعطيات الراهنة. فعلا هناك مخاوف كبيرة الآن، كثير من مصادر العملة الصعبة أصبحت غير موجودة سواء كعائدات المشتقات النقدية عائدة لصادرات النفط أو ما يتعلق بتوقف الاستثمارات الخارجية، أيضا الصادرات المحلية للخارج كمصدر للعملة، وكثير من مصادر الدخل للعملة الصعبة أصبحت معطلة وغير موجودة. وهذا الآن ما دفع بأنه الاحتياطي يتآكل بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية، وإذا ما استمرت الأوضاع الراهنة قد يقود هذا إلى انهيار كامل، يبدأ بعملية عدم القدرة على الاستمرار في دفع المرتبات، وأيضا في انهيار سعر الصرف، فهما مؤشرين الحقيقة على الانهيار الشامل. نحن نقول أن الاقتصاد اليمني الآن هو في حالة شلل جزئي، بمعنى أنه في هناك انهيار جزئي للاقتصاد. كثير من القطاعات الاقتصادية معطلة، قطاعات مختلفة الآن لا تشتغل، ومئات الآلاف تم تسريحهم من أعمالهم. فبالتالي استمرار هذا الوضع أكثر قد سيقود بكل تأكيد إلى أنه البلد يصل إلى مرحلة الانهيار ما لم يتم تدارك الوضع ووضع معالجة. تدارك الوضع يبدو صعبا في ظل سيطرة الميليشيا وأيضا تعنترها إن صح التعبير في المشهد، تحتاج إلى تحرير الأماكن قبل أن تراجع حسابها. أنا أشكرك الأستاذ مصطفى ناصر الخبير الاقتصادي كنت معنا من القاهرة، كما أشكر أيضا الأستاذ أحمد سعيد شماخ خبير اقتصادي أيضا انضم معنا من صنعاء. طبعا كان هذا المحور متعلق بموضوع الصرف والبنك وموضوع العملة وإمكانية صمودها وتراجعها خلال الفترة القادمة. طيب كيف سيؤثر هذا على مستوى المعيشة للمواطن؟ كيف سيكون حال التجار البسطاء والتجار أيضا الكبار والمواطنين على اختلاف تنوعهم ووظائفهم؟ سنناقش هذا بعد فاصل قصير مشاهدينا، ابقوا معنا.
مرحبا بكم من جديد مشاهدين الكرام، عدنا إليكم في برنامج مستقبل الوطن لنكمل حوارنا حول موضوع المخاوف التي من انهيار العملة الوطنية وكارثية الوضع الإنساني في اليمن. ومعنى إن يعني انهيار العملة الوطنية كارثة حقيقية على كل المستويات. اسمحوا لي هنا أن أرحب بالصحفي والناشط السياسي عامر الدميني. أهلا عامر. مرحبا. يا مرحبا. كنا قد تحدثنا قبل الفاصل مع الخبير الاقتصادي أحمد سعيد شماخ وكذلك الخبير الاقتصادي مصطفى نصر حول الوضع الاقتصادي بشكل عام، ومن خلال كلامهم واضح أن حد وصف مصطفى نصر أن الاقتصاد في حالة شلل كامل وعلى شفاء الانهيار. الانهيار معناه دخول البلد ربما في كارثة أكبر. كيف سيؤثر هذا على الوضع المعيشي لملايين الناس؟ بالتأكيد الوضع الاقتصادي القائم والحالي في صنعاء ومختلف المدن اليمنية وضع كارثي، ووضع سيؤدي إلى مزيد من الانهيارات، إلى مزيد من التدهور، إلى مزيد من ارتفاع معدلات الفقر إن لم تصل إلى مستوى غير طبيعي. طبعا ما يحصل اليوم ليس هو وليد اللحظة، هو عبارة عن امتداد نحن نعاني منه على الأقل منذ 21 سبتمبر العام الماضي، حيث حصل العديد من المظاهر التي أدت إلى خلخلة الاقتصاد وإلى زيادة المخاوف الأمنية بين الناس، إلى هجرة العديد من الأسر إلى الأرياف وترك المدن بالذات العاصمة صنعاء وغيرها، إلى هروب رأس المال وتخوف رأس المال من الدخول في أي نشاط اقتصادي أو مواصلة العمل الاقتصادي الذي يقوم به داخل البلد. بكل الأحوال هذا سيؤثر، سيعمق المعاناة الاقتصادية للناس، سيدفع بأعداد كبيرة نحو التسول، نحو البطالة، نحو المعاناة الزائدة، وخاصة إذا علمنا أن هناك الرواتب ربما لن تجدي أمام غلاء الأسعار. يعني كان الحديث هنا على أنه إذا استمر الأمر بهذا الشكل لن تستطيع سلطات الأمر الواقع أن توفر مرتبات الناس. لن تستطيع، لكن علينا أن ندرك أنه الحوثيين يحاولوا التغذي أو التسخير هذا الأمر لتبرير موقفهم أمام الناس بأنه هذا الإجراء ليس ناتج عن سياستهم أو ما يرتكبوها الآن من جرائم أو من ممارسات داخل البلد، وإنما هذا ناتج عن استهداف قوى خارجية لهم. هنا المشكلة الرئيسية أن الحوثي نفسه وسلطة الأمر الواقع كما سميتها لم تستوعب الآن ما هي المخاطر وما هي المضاعفات التي تنتجها أو التي تسببت بها داخل البلد. نحن الآن أمام، إذا كنا نعاني من قبل بأرقام هائلة وضخمة بالنسبة لحالة الفقر والبطالة وحالة التسول وغيره، فما بالك الآن أمام أولا ارتفاع أسعار العملات داخل البلد، أمام انعدام تام للمشتقات النفطية وارتفاع أسعارها بشكل جنوني. نعم، وأمام أيضا ضياع وانعدام كثير من السلع في ظل عدم وجود دخول سلع جديدة إلى البلد. مقابل ذلك ربما تسريح كبير للعمالة من قبل الشركات. بالطبع الأرقام مهولة، يعني في حجم العدد الموظفين الذين تم تسريحهم من الشركات الخاصة خصوصا في القطاع الخاص، تم تسريح من قبل مؤسسات وشركات في القطاع الخاص أعداد كبيرة لعدم القدرة على الاستمرار في العمل وعدم القدرة على دفع الراتب. يعني أنت إذا وقفت المنشأة هذه من تشقدت تواصل عملك، إذا من تشقدت تدفع راتب، إذا أنت قذفت بكم رقم إلى رصيف البطالة. هذا الرقم كل موظف خلفه أسرة، خلفه يعني عائلة يعيلها، بالتالي تتعمق الفجوة الاقتصادية، تتعمق الكارثة وتتوسع دائرتها. وإذا استمر الوضع بهذا الشكل فنحن أمام يعني بالفعل وضع كارثي سيؤدي إلى مجاعة لا قدر الله، سيؤدي إلى انعدام هذه المواد، سيؤدي إلى تفاقم حالة الناس داخل المدن. الآن مثلا على سبيل المثال القطاع الوظيفي فقط للموظفين يسودهم الهلع الرعب. ما الذي يعني إذا كان لا يملك سوى الراتب هذا فما الذي سيفعل فيه في حياته إذا عدم الراتب بهذا الشكل؟ قبل انعدامه حتى مسألة ارتفاع أو انهيار سعر الريال اليمني أمام العملات معناه أن حتى الذين يحصلون على مرتبات سواء حكومية أو غيرها لم يعودوا قادرين على توفية أو شراء حاجاتهم الضرورية. نعم، لن يستطيع الوفاء بالتزاماته والالتزامات كعائلته، العيش بالشكل كما يبدو، الدفع الإيجار وغيره من هذه التكاليف. ارتفاع سعر العملة يضاعف المعاناة أكثر ويزيد من حالة التدهور التي تصيب هؤلاء الناس، بالتالي لابد من إجراءات ربما مصاحبة لهذا الأمر، إجراءات مطمئنة لهذا الأمر. قبل الإجراء أستاذ عامر، تعتقد أن الحوثيين يدركون حجم الكارثة وخصوصا من هذه الناحية التي أدخلوا فيها البلد؟ الحوثيين إلى الآن كما أسف سابقا الحوثيين إلى الآن لا يستشعر المسؤولية ولا يستشعر هذه المضاعفات التي أوجدها والكوارث التي خلفها عملهم وخلفها استحواذهم أو انقلابهم المشؤوم على البلد.
لو كان الحوثي يستشعر هذا الأمر وهذه المعاناة لما وصلنا إلى هذه الدرجة من التدهور وحالة الضعف التي نعاني منها. الحوثي لا يهمه أوضاع الناس، الحوثي والحوثيين لديهم مزاج ولديهم تقلب وتقديم مبررات وفقا للظروف التي يمضون عليها. على سبيل المثال، إعلام الحوثي خلال هذه اليومين يروج بأن قوات التحالف وبأن هذه الشرعية تعمل على تحويل صنعاء إلى غزة جديدة. ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني هذا الكلام أنه هناك محاولة تنصل من المسؤولية التي أوصلوا بها البلد إلى هذا الوضع، وإلصاق التهمة بمن؟ بقوة خارجية أو بدول التحالف وغيرها وغيرها. فلو كان لدى الحوثي إحساس بالمسؤولية تجاه الناس ويهمهم معاناة الناس، أصلاً لما وصلنا إلى هذا الحال من التدهور وإلى هذا الحال من الوضع المرتفع داخل اليمن. دعني أرحب بالناشط السياسي باسم الحكيمي. أهلاً وسهلاً باسم. باسم تسمعني؟ أسمعك جيداً، أهلاً وسهلاً فيك. حياك الله أخي باسم. فيما يتعلق بالوضع المعيشي الصعب الذي يعيشه اليمنيون الآن، ينضاف إليه أيضاً تدهور أو تراجع بمعنى أصح بالعملة اليمنية، كيف سينعكس ذلك على الأوضاع الكارثية أصلاً؟ طبعاً ارتفاع سعر الصرف من 214 إلى 265 هذا سيمثل عبء حقيقي على المواطن اليمني، كون المواطن يعتمد على السلع الاستهلاكية بما نسبته 90% من الاستيراد بالخارج، وبالتالي الاستيراد بالخارج هو بسعر صرف الدولار، وعندما ارتفع سعر صرف الدولار سينعكس ذلك على العملة اليمنية، معنى ذلك أننا سنكون في تضخم حقيقي في أسعار المواد الغذائية الاستهلاكية البسيطة، وهذا كله سيدفع تكلفة المواطن وسيكون غير قادرا على مواكبة هذه الارتفاع في الأسعار. كل هذا طبعا هي بسبب غباء جماعة الحوثي وعدم الرؤية السياسية، وبسبب أن التضخم في 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 في, في, في سعر الصرف هو بسبب السياسة الاقتصادية الفاشلة لهذه الجماعة، خصوصا بعد تعويم أسعار المشتقات النفطية وربطها بالأسعار العالمية. مثل هذه السياسات هي مؤشرات وترمومترات على أن هذه الجماعة لا تمتلك أدنى حس اقتصادي ولا سياسي، مجرد أداء فقط ل من الناحية الميدانية. سيد باسم، كيف تلمسون حياة المواطن الآن في ظل هذه الأمور كلها؟ الوضع الميداني لا يطاق. هناك المواطنين، هناك أزمة إنسانية حقيقية. المواطن اليمني أتكلم عن 55% من سكان اليمن تحت خط الفقر. هذه الإحصائيات كانت قبل رفع سعر المشتقات النفطية وقبل الأزمة التي فعلها الحوثي، أما الآن فأعتقد أن 80% من السكان اليمنيين تحت خط الفقر. هذا كله بسبب هذه السياسة الرعنة. باعتقادي أن الوضع الإنساني سيء للغاية، هناك انعدام لأبسط مقومات الحياة، وإن وجدت بعض المواد الغذائية فهي في بعض المحافظات، هناك بعض المحافظات لهذه اللحظة مثل تعز ينقصها المواد الغذائية والأساسية، والمناطق التي يوجد فيها المواد الغذائية بأسعار غالية جدا، خصوصا مثل صنعاء دمار، هناك ارتفاع في أسعار المشتقات النفطية، هذا في أسعار المواد الغذائية، هذا الارتفاع في الأسعار لن يرافق ارتفاع في معاشات الموظفين وفي دخل الفرد، متوسط دخل الفرد الشهري. هذا لا شك كله سيلقي عبئا كبيرا على المواطن، سيكون غير قادرا على مواجهة أعباء الحياة في الأيام القادمة. باعتقادي نحن أمام زلزال اقتصادي حقيقي في الأيام القادمة، خصوصا أن خزينة الدولة تقريبا شارفت على النفاذ، ولا يوجد جماعة الحوثي غير قادرة في الأيام القادمة على سداد مرتبات موظفي الدولة، وبالتالي هذا كله معنى أن الناس سنكون أمام خروج عارم لموظفي الدولة والقطاع العام ضد ماليشيات الحوثي. لن يقبل الموظفون على أن تتحكم في مصيرهم ماليشيات رعناء لا تفهم بأدنى أبجديات السياسة والاقتصاد. إذا نحن أمام كارثة كبيرة ولا تقل عن حجم الكارثة السياسية والاجتماعية التي تسببت من خلالها الحوثيون وميليشيات صالح. أشكرك سيد باسم الحكيمي الناشط السياسي، كنت معنا، شكرا جزيلا. أرحب بالدكتور عبد الرحمن بافاضل، عضو مجلس النواب ووزير الثروة السمكية السابق. مرحبا دكتور عبد الرحمن. أهلا وسهلا ومرحبا، حفظكم الله. دكتور عبد الرحمن، ناقشنا مع ضيوفنا في السابق الأستاذ أحمد سعيد شماخ وخبير اقتصادي، أهلا وسهلا ومرحبا، والأستاذ مصطفى ناصر خبير اقتصادي أيضا كان معنا في القاهرة، وربما تحدثنا عن كارثية الوضع الاقتصادي. تعتقد إلى أين يسير الاقتصاد اليمني؟
اها بامكانك ان تسمعنا من الهاتف يا دكتور. شكرا جزيلا على اتاحه الفرصه لنا، واولا احب ان اهني الشعب اليمني بالانتصار العظيم لتحرير عدن. نعم اي معك تفضل. ستسمعنا من الهاتف يا دكتور تفضل. ايوه في عدن، ونتمنى تحرير بقيه المحافظات في الجمهوريه اليمنيه بالكامل، واقدم التعازي لاسر الشهداء وللجرحى ولابطال المقاومه في اليمن جنوبا وشمالا ممن قاموا بواجب الدفاع عن وطنهم وتحريره. الامر الاخر نشكر دول التحالف من اجل انقاذ اليمن، ونشكر الحكومة القائمة والرئيس المنتخب على مواصلة المسيرة كأن شيئا لم يكن، على أن يواصلوا المرحلة الانتقالية للاستفتاء على الدستور وإعلان الأقاليم الستة وإجراء الانتخابات فيها، والمضي قدما بطقم جديد منتخب من الشعب اليمني الكريم. الوضع الاقتصادي في اليمن من الطبيعي أن ينهار بسبب الحرب القائمة، ما في دولة تدخل في حروب أهلية بمجانين مثل المخلوع والحوثي إلا أن تصل النتيجة حتما بانهيار الاقتصاد وانهيار العملة اليمنية، لأنه لا هناك استيراد ولا هناك تصدير ولا هناك استثمار ولا هناك تبادل تجاري مع العالم الخارجي ولا حتى داخل الوطن. نحن في السعودية افتقدنا البضاعة اليمنية التي كانت تملأ الأسواق، ما لكم؟ قالوا يا أخي ما في شيء يجي، مين يجي؟ فالواقع أنه الذين قاموا بالحرب وشنوا مؤامرة خبيثة ضد الشرعية وقاموا بالانقلاب هذا المجرم، هؤلاء يجب أن يحاكموا ويجب أن تنزع منهم الجنسية اليمنية أصلا، لأنهم ليسوا يمنيين عندما يقتلون الشعب اليمني الأعزل المني بالسلاح الثقيل. والله إنها خزي وعار أن يدفع الشعب اليمني ثمن هذا السلاح من عرق جبينه ومن ثرواته، ويأتي بعد ذلك هذا السلاح يقع بيد المخلوع والحوثي يتقاسمون فيما بينهم ليضربوا به الشعب اليمني. نعود إلى موضوع الاقتصاد يا دكتور. هو إيقاف الحرب أولا، إذا هناك وقف للحرب وهناك استقرار سيأتي الاستثمار وتأتي التجارة وينشط الناس وتأتي التحويلات حق المقتربين ويأتي أشياء كثيرة. لكن في ظل الحرب القائمة اسمح لي، ستظل اليمن تعاني من انهيار في العملة وانهيار في الاقتصاد، فعلى الحكومة في عدن أن تبذل جهودها لاحتواء الصراع وسرعة إنهائه من أجل الاستقرار والأمن الذي يوفر للشعب اليمني على ذلك كل ما يريد. طيب أنا أقول لك على الدولة أن تسرع في إعلان عدن العاصمة السياسية لليمن كله، وأن تبدأ بنقل البنك المركزي إلى عدن، وأن تبدأ بنقل المعونات والمساعدات من دول مجلس التعاون الخليجي من أجل إعادة الأعمار، إعادة الإعمار تحويلها إلى عدن، وتتحول دخل المؤسسات على القطاع العام للدولة 71 مؤسسة كلها إلى عدن، ودخل الثروات النفطية والغازية إلى عدن. وأول تصحيح يجب أن يكون من أجل الغاز اليمني الذي باعه المخلوع خيانة بدولار واحد للمليون واحد السحب. طيب يا دكتور حرارية، هذه الأمور وهذه الحلول أيضا سأعطيك مجال تفصل فيها على أساس السعر العالمي، فمن أراد أهلا وسهلا ولم يرد فأهلا وسهلا، وعلى الأمريكان والفرنسيين أن لا يظلموا اليمن وأن يستغلوا اليمن وأن يأخذوا الغاز بما اتفقوا فيه مع المخلوع الذي لا يملك أي صلاحية ولا شرعية. هذه الإصلاحات يا دكتور ربما تأتي في إطار تمكن الحكومة من الوضع وبدء ممارسة عملها بهذا الشكل، أمر لا يمكن ولا يكون. اسمح لي يا دكتور، أعلن 300 بئر غازية جاهزة للاستثمار فليبدأوا بها، قال أن هناك مليون طن من الصخور التي تحمل الذهب، فلماذا ليبدأوا بها المعادن؟ ثم لماذا يستغل الثروات في الجوف؟ ثروة كبيرة في الجوف، وأيضا في حضرموت وفي غيرها هناك ثروات كثيرة لم تستغل بعد، ولكن للأسف هؤلاء المجرمين الإنقلابيين يحاولون تعطيل الثروات وتعطيل الموارد
للبلاد عمدا حتى تظل في معاناة وفي فقر، وأن يعاني هذا الشعب فترة أطول. لو أتينا بسمة عند المخلوع 60 مليار دولار وزعناها على الشعب اليمني لأصبحنا دولة خليجية بحق وحقيقة، وما يعد عندنا لا فقير ولا بطالة. لكن المشكلة تتكلم من وتخاطب من؟ الرجل بيده السلاح والسلاح الثقيل، ومن ورائه الغرب، هذا الغرب الذي يحقد على الديمقراطية ويحقد على الحرية ويحقد على حقوق الإنسان. طيب يا دكتور تسمعوني الآن، أريد أن أدخل معك في بعض النقاش. وجاهي اليمن لنفس اللعبة، وفي تونس نفس اللعبة، وفي ليبيا يحاول نفس اللعبة. الغرب لا يريد لنا الحرية ولا يريد لنا حقوق الإنسان ولا يريد لنا ديمقراطية. طيب نعود إلى الموضوع يا دكتور إذا سمحت تكرما. دكتور تسمعوني، إن الآن الوضع يبدو أن الدكتور لا يسمعني. الآن ربما الدكتور لا يسمعني. تسمعني دكتور؟ أعود إليك أستاذ، سأعود إلى الدكتور إذا أصبح يسمعني جيدا. ترك كثير من النقاط دكتور عبد الرحمن بافضل. دكتور عبد الرحمن أنت معي؟ سنعود. أقصد الدكتور أشار إلى بعض النقاط والجزئيات والحلول التي فعلا ربما تحلحل الوضع الاقتصادي وتنتعشه من حالته، لكن البعض يرى بأن في أي حلول في ظل سيطرة الميليشيات والانقلاب تعتبر غير مجدية ولا حل إلا حسم الحسم العسكري مع هؤلاء. كيف تنظر أنت إلى هذا؟ نعم بالضبط، أي حلول الآن الحلول كثيرة، هناك حلول عديدة، هناك مجموعة من الحلول ممكن أن تقر ممكن أن تأخذ بها، لكن في ظل سيطرة الميليشيا هذه وفي ظل سيطرة الانقلابيين على الوضع في صنعاء خصوصا العاصمة لا يمكن أن تجد هناك أي حلول، ولا يمكن أن تكون هذه الحلول نافعة. ليب أولا أنت الأخذ بالجانب الأمني، عندما يتم الانتهاء ودحر هذه الميليشيات والانتهاء منها هناك سيتم وضع عدة حلول وحزم حلول وبالتالي الأخذ بها. بالمناسبة هم ربما يتاجرون بالوضع الإنساني أمام الأمم المتحدة وأمام الدول للاستفادة منها لترتيب أوراقهم أوضاعهم. بالتأكيد بالتأكيد هذا الأمر يحدث منذ 21 سبتمبر وما بعده، هم لا يعني يتكيفون مع أي وضع ويحاولون تسخير أي وضع لصالحهم والترويج لما يفعلونه. الآن هم يروجون كما أسف سابقا يروجون لهذا الأمر ويأكدوا بأنه يعني ما يحصل للمواطن الآن وما يحصل للمضاعفات هي ليست منهم إنما من أطراف أخرى غيرهم. لكن ينبغي أن يعلم المواطن إنه أو نعلم جميعا أن هذه الممارسات وهذا الوضع الاقتصادي الكارثي الذي نتحدث عنه ووصلنا إليه الآن هو عبارة عن، أنا باعتباري أعتقد، النزع الأخير لهذه الميليشيا. هذه الميليشيا كل ما ضاق الحصار عليها وكل ما فقدت وجودها وبقائها وكل ما تم تحرير أراضي أو بقعة جغرافية معينة داخل يمن من سيطرتها، كل ما ضيقت هي الحصار على هؤلاء المواطنين وعلى الوضع في البلد وكل ما أوشكت أن تصل إلى نهايتها. ما الذي بعد ممكن أن كما قال دكتور، ما الذي بعد ممكن أن نتحمله في إطار هذا الوضع؟ لا حل إلا أن ترحل هذه الميليشيات، إلا أن يتم القضاء عليها، إلا أن يتم تخليص سليمة منها. طيب أعود إلى الدكتور، وكنت قد حاولت أن أخذ وأعطي مع الدكتور لكن ربما الصوت لم يمكنه من سماعه جيدا. دكتور تسمعني جيدا الآن؟ دكتور لو تسمعني عبر الهاتف، أنا أريد أن تعلق على موضوع يعني الحلول التي وضعتها وقلتها من ثروة المخلوع وغيرها من الأمور وعودة البنك المركزي، كلها البعض يراها بأنها فعلا حلول واقعية ومهمة لكن لا يمكن الاستفادة منها بشكل صحيح ما دام الانقلاب حاصلا وما دام أيضا الوضع في البلاد على ما هو عليه تحت سيطرة الميليشيا. دكتور تسمعني؟ أيوة أسمعك. سمعت السؤال سيدي. يقول والسياسة فن الممكن، نحن طالما حررنا جزء من اليمن نمارس صلاحياتنا كاملة في الجزء المحرر. ففي عدن مثلا يجب أن تصدر البطاقة الإلكترونية للموظفين المدنيين والعسكريين بالبصمة حتى ننهي الازدواج الوظيفي وننهي الوظائف الوهمية، وبهذا تتوفر المليارات. نريد طبع عملة جديدة باسم اليمن الجديد الفيدرالي نسبت الأقاليم حتى نقطع الطريق على المخلوع والحوثي الذين طبعوا المليارات بعملة يمنية وأخذوا شيء من البنك وشيء من غيره، فهذه ينبغي أن نقضي عليها بالعملة الجديدة. الأمر الثالث عفواً أريد أن أتوقف عن طبع العملة يا دكتور. دكتور طبع العملة التي أشرت إليها، طبع العملة التي أشرت إليها باليد
هو اكثر في المناطق اللي تحت يدنا، حضرموت معنا وشبوه معنا ومأرب معنا، هذه المناطق ذات الثروات ينبغي ان نضع فيها ضوابط وان نبدا بتدليس القطاع العام. الفاشلين يبعثوا، الذين اكلوا المال العام نهبا وسلبا يبعثوا، وينبغي ان نولي الاشرف والاكثر امكانيات والمخلص نقدم هؤلاء. اذا ما استطاع اليمن ان يضع الرجل المناسب في المكان المناسب بالكفاءه والخبره بغض النظر عن محافظته عن حزبه عن مذهبه، هذا كله ليس بالاعتبار الآن. الآن اليمن من أجل الجميع، الجميع ينبغي أن يعمل، ينبغي أن يخلص، أن يكون ذو كفاءة عالية. فينبغي أن نبحث عن الكفاءات اليمنية دون نظر الاعتبارات الأخرى حتى ننهض بلادنا. نحن في منطقة محررة نستغلها ونطبق فيها ما عندنا، ونمنع مثلا الغاز، نمنع السلاح، حتى نعطي اليمن الجديد وجهه الحديث، ثم نبدأ نطبق في المحافظات الأخرى عندما يتم تحريرها. لكن لا نقف متفرجين، لا نفعل شيء حتى يتم تخليص الوطن من هؤلاء. لا لا، أنا لست معك في الرأي هذا، وإنما ما تحت يدنا نبدأ في التطبيق فورا ثم ننتقل لما بعد. وشكرا. أنا أشكرك أيضا دكتور عبد الرحمن بافضل، عضو مجلس النواب ووزير الثروة السمكية سابقا، كثير من الأفكار التي طرحتها والحلول بإذن الله تعالى تستفيد منها الحكومة في غاية الأهمية كل ما ذكرت. أشكرك شكرا جزيلا. أختم معك أستاذ عامر فيما يتعلق ب ما ذكره الدكتور من فكرة أنه لا يمكن أن يتوقف الناس إلى مرحلة الحسم الكلي، لابد أن يبدأ الوزراء بمباشرة أعمالهم، وخصوصا مثلا معنا وزير الاقتصاد هنا، لابد أن يحاول أن يستفيد من الوقت الحالي. هو لا يمنع الاستفادة أو أنه أمر ليس لا يمكن التعويل عليه أو الأخذ به، هذا أمر يمكن الأخذ به، لكن في المناطق المحررة عندما يتم استعادة السيطرة على بعض المناطق كما ذكر مثلا في عدن وغيرها. وأعتقد أن هذا التوجه موجود الآن لدى الحكومة، وصول نائب رئيس الوزراء نائب الرئيس ورئيس الوزراء إلى عدن كان مقدمة أو أعتقد تدشين لمثل هذا الأمر. تحقيق المقاومة في لاحق والعند سيطرة أيضا يهيئ أيضا لاستكمال الأمن في عدن، وجعل عدن منطقة آمنة بحيث أنها تقدر تستطيع استيعاب الحكومة، استيعاب الطاقم الحكومي من الموظفين وغيره وغيره. هذا لا يمنع، لكن لابد من حزم، مجموعة حزم مصاحبة. أعتقد المسألة متاحة بشكل أكبر بالجانب الأمني، إذا ما تم استكمال الجانب الأمني وتهيئة مناطق تهيئة كاملة، من بعدها يتم استكمال يتم إيجاد منطقة جغرافية آمنة لعمل الحكومة ومزاولة النشاط الحكومي. لكن هذا أيضا مرهون بمدى قدرة المقاومة والجيش الشعبي الذي يبذل جهود كبيرة في جميع المستويات على دحر ميليشيا الحوثي، على محاولة التخلص منها وإيجاد بيئة آمنة. واضح كأنه كلما تأخر الوضع كلما ازدادت المعاناة. نعم نعم. أنا أشكرك صحفي والناشط السياسي عامر الدميني، شرفتنا هنا في الاستوديو. شكرا. أشكر أيضا ضيوفي الكرام الذين كانوا معي عبر الهاتف في المحور الأول والمحور الثاني. أشكركم أيضا أنتم مشاهدينا على المتابعة. نلقاكم.